مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. مضى وقت طويل لم أضع أي فيديو في القناة، رجعت لكم من جديد لأني كنت أعمل هنا في مدينة سلا، وسوف أضع فيديوهات في بعض الأحيان، وسوف أقوم بتدريب باركور في الصباح قبل الذهاب للعمل. وابقوا مع الفيديو، سوف أتدرب هنا باركور. Let's go. سوف أتدرب هنا في الغابة، غابة معمورة بسلة جديدة. Let's go. الآن هنا سوف أقوم بعمل حركة تسخينية، ومن ثم سوف أذهب وأتدرب باركور. Let's go. اقترب وقت العمل. آسف في بعض اللقطات لأني وضعت الهاتف، لم يقم بالتقاطها لأني وضعت بطريقة عشوائية. حسنا، أكتفي بهذا القدر لليوم، إلى يوم آخر إن شاء الله. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في القناة. Peace.